هتشتغل بقى معايا معاك لف بعض قال لك احنا ممكن نروح نموتها مطلوب ان يكون لدينا حديقه حيوان اخرى بحجم ثلاث اضعاف الموجوده حاليا ويتعمل في مكان تاني يتنقل له العدد الاكبر في حين انه يتم الابقاء على حديقه حيوان الجيزه مع اعداد اقل معقوله للابقاء على قيمتها التاريخيه كواحده من اقدم حدائق الحيوان وفي نفس الوقت يبقى فيها اعداد مقبوله اقدر اعمل لها بيئتها الطبيعيه. عمو خد يا عسل عمو قاعد احط له